السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وألف خير. فاليوم غادي نوجد معكم واحد الطبق اللي كيجي يعني جد رائع. هو طبق ديال فصل الشتاء اللي الاسم ديالو بركوكوش، هو معروف بزاف في المنطقة الشرقية. فعلى بركة الله غادي نحتاجو قطع دجاج أو لحم يعني حسب المتواجد، نصف كأس صغير زيت أو 5 ملاعق زيت، بصلة متوسطة مشلطة، كذلك غادي نحتاجو 4 الفصوص ديال الثوم. فأنا جوج غادي فقط غادي نديرهم بقطاعة يعني الآلة ديال الثوم، وجوج فصوص أو الضروس الآخرين غادي نقطعهم فقط بالسكين. من بعد غادي نضيفو معلقة صغيرة حلبة ونصف ملعقة حب رشاد، كاس عنبة فول، نصف كاس عنبة عدس، ثم جوج حبات طماطم، ممكن تعوضوها بالطماطم المعلبة، ثم نضيف التوابل. فغادي نضيفو الملح، ثم غادي نضيفو قزبر حبوب. فانا كيعجبني، فإلا ما بغيتوش ممكن ما تضيفوش. هنا غادي نضيفو فلفل احمر او تحميرة، سكينجبير، يعني التوابل كلها على حسب ذوق كل شخص، ابزار، انا فقط درت نصف ملعقة ابزار، كركم، ثم نضيف نصف ملعقة رأس الحانوت إلى يعني عندكم أو إلى كتبغيوه، فإلا كان ما متواجدش فبلاش. فنحركوا المقادير مع البعض ديالها يعني مع بعض حتى تتجانس جيدا، ثم نضيف قزبر ومعدنوس مقطع مع التحريك دائما. ثم بعد ما نخليو هاد المقادير تشحر واحد شوية، فغادي نضيفو ماء ساخن او لا دافئ حسب الكمية، يعني تكون كمية شوية وافرة، نغطيو المقادير مزيان باش ما نبقاوش كل شوية نضيفو الماء. فمن بعد ما ضفنا يعني الكمية ديال الماء غادي نغطيو على المقادير كاملة حتى تطيب نصف طيبة، يعني ما نخليوش حتى طيب كل شيء. من بعد غادي نضيفو بركوكش ولا المحمصة مع التحريك باش ما تلصقش لنا المحمصة في القاع ديال الإناء. فكل 5 دقائق يعني نحلو ونحركو أو أقل من 5 دقائق، فتكون ما تكونش العافية تاني مجهدة. فمن بعد ما طاب البركوكش ديالنا فهذا هو الشكل النهائي ديالو، فما نشفوهش بزاف، هو كيجي جد رائع. ممكن يعني ديروا واحد نصف ملعقة ديال المساخن الى عندكم. هذا هو الطبق النهائي ديالنا، نتمنى يعني ينال اعجابكم وتجربوه، فهو جد رائع. فنتمنى يعني نكون خفيفة على قلبكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر الى كتاب.